بدك تكشفيني قدام الكل؟ شو ما سمعتي يا كلواتي؟ بالمثل يلي كل العالم بتعرفه يا شاطرة، اللي بيته من إزاز لا يفكر يرمي العالم بحجاره. شو نسياني شو عملتي؟ لما حاولتي تفركشي زواج رامفير وسومان شو نسيتي؟ خليكي متذكرة إنه رجلينا بالفلقة سوا كلواتي. عم تفهمي علي شو عم بحكي؟ بكفي حكي بقى، لا تحاولي تغطي على أخطائك الكبيرة. إذا بتمدي إيدك على سومان أو بتعملي له شي مرة تانية، أنا رح أكشفك قدام العيلة كلها وماني خايفة منك. أنتارا، أنت بتعرفي حجمك، مانك مضطرة تتدخلي بيني وبينه، لأنه ما رح تقدري تتحملي شو اللي رح يصير فيكي. شوفي شو رح أعمل فيكي من هاللحظة. بدي خلي سنجانة تدير البيت كله، ورح تصيري صفر عالشمال وتتعاملي مثل الخدامة، فهمتي؟ تذكري كلامي هاد كتير منيح، حطيه ببالك. أختي، أنتي منيحة؟ أنتارا، قولي صار لك شي؟ أنا كتير منيحة، بس شو القصة؟ ليش عم تسألي؟ ما بعرف، كنت قلقانة عليكي. بكفي هلأ، تأخر الوقت كتير، روحوا على غرفكن. يلا يلا يلا، روحوا وناموا. طيب ماما. يلا. أنا كتير منيحة، يلا روحي عنه. معي أسبوع بس، رح أضطر أترك هذا البيت وكل سكانه، رح بعد عنهم كلهم وهنن بيحبوني كتير، وحتى أنا ورامفير لازم ننفصل. أختي، أنتي منيحة؟ إيه أختي، في شي؟ إذا في شي مضايقك حكيلي أختي. لا ما في شي. لهيك كنتي عم تحركي هالمي وشاردة؟ شردت ونسيت شو كنت عم ساوي، بس مو مشكلة بسيطة. وهلأ شو بعدين؟ هاي أنا بعرف إنه في شي جديد وهو شاغل لك بالك، مو مشكلة إذا مو حابة إنك تحكيلي، بس بعرف مشاكلك رح تنحل بالأخير. أنتي ما تاكلي هم شي. أنتارا، أنا ما نمت كتير منيح مبارح، لهيك حاسة إني تعبانة، وما في شي تاني. هي هي كل القصة صدقيني. ما ينشغل بالك، ما في شي مخبى. أختي، إلك يومين عم تخليني في بكير، قولي شو عملت لك؟ ليش عم تفيقيني؟ لأنه هذا سهيل بده حجة ليقهرني ويفيقني من نومي بكير، لتكون عجبتك هالقصة. بس سنجانة، أنتي متزوجة هلأ وواجبك تصيري تحملي مسؤولية البيت. لو إنه راضي مو ميت، كيف كنتوا رح تقدروا تدبروا حالكم؟ كنا رح ندبر حالنا، بس أنتي هون هلأ. ما لازم وجودي أو غيابي يعملوا فرق، لازم تتعلموا كيف تديروا هذا البيت. روحي هلأ وعملي شاي لحماتي. لا ما بدي،
ما بدي اعمل لها شاي اخضر لحماتك، عملته امبارح وما حبته لهيك ما حدا غيرك، هون بالبيت بيعرف يعمل لها شاي. لانك عاملتيه من قفا ايدك. لامتى رح تضلي هيك ما بتعرفي سنجانة؟ قولي كم مرة بدي اعلمك يا انا؟ رح اعلمك يا لاخر مرة، وبعدها تصطفلي، انت حرة. طيب. يلا، جيبي الشاي الاخضر. شو صاير؟ عم ادعي ما ترجع تعيط علي. صباح الخير عمتي. الشاي الاخضر. انت اللي رجعتي عملتي لي الشاي الاخضر؟ ايه، بس هالمره عملته مزبوط. جربيه اذا بتريدي. حطيه. حاضر. شو سوما عم بطلت تشتغل اللي لازم هي تشتغله؟ ليش انت لازم تعملي الشاي الاخضر؟ ما بعرف عمتي، وأنا مستغربة، ما بعرف شو قصتها سومان، بتضل بتتهرب وعم تقول إنه لازم نتعلم تدبير البيت بغيابها. شو صاير لها؟ ما بعرف، حاسة عم تتصرف وكأنها رايحة وتاركة هذا البيت للأبد، وكأنه بدها منا نستلم محلها. شمي ريحة شي يا سنجانة. إيه عمتي، هي ريحة الأكل شاممتيها واصلة الريحة لهون مام؟ ممتاز. عن جد انتي بنت ذكية سنجانة. بعرف يا عمتي، بس ما بحب بين هذا الشيء. قصدي في شيء بين سومان ورانفير ما في حدا بالبيت بيعرفه، واكيد في شيء كتير مهم. سنجانة، بدي اياكي تراقبي سومان ورانفير منيح، لازم نعرف شو صاير بيناتهم، والظاهر معي انه في مشكلة كبيرة، وهالشيء يمكن يأثر عليكي وعم مستقبلك كمان. انا بقصد انت حابة تكوني احسن كني بعائلة ميتال، قصدي يكونوا معك مفاتيح الخزنة وكل شي فيها، وكمان كل شي هون. ما بديك؟ ايه بدي. طيب حماتي، راح راقبهم مثل الصقر الجارح، واعرف شو صاير بيناتهم وجيب لك كل المعلومات. لا تخافي بنوب، لازم نعرف شو هي المشكلة الكبيرة اللي بيناتهم. كتير منيح، انت كتير شاطرة. روحي هلا وخليني اشوف شغلك. حاضر. ايه صح، شاي الاخضر رح اشربه. شكرا. واقفي. نعم ماما. وليه؟ جد باب المرة انت شي؟ سندورة بدها تلعب لعبتها وانت مثل الخاتم بايدها مجدوبة. سندورة أكبر من نوبور، بس ما معها مفاتيح الخزنة. دغري أنت صدقتيها؟ معقول أنت ما بتعرفي تشغلي مخك بنوب؟ كيف بدها تعطيكي إياهن إلك؟ شو ما بتفهمي أنت؟ ليكي، اسمعيني منيح شو بدي إلك. من هلأ ورايح لا بتصدقي كلامها ولا بتردي عليها شو ما قالت لك. فهمتي علي؟ أي. أنا أمك يلي بتحبك، وهالشي لمصلحتك أنت. إذا كان بدك تسايري حدا، سايري حماتك نوبور، لأنه هي وحدة يلي معها مفاتيح الخزنة، وهي وحدة يلي بتفيدك. فهمتي هلا؟ مو معقول شو جدبة. قولي لسومان بدي منها آكل أكلتي المفضلة من بين إيديها. حاضر ماما. أهلين سندورة، تفضلي. ماما، في شي مهم كتير بدنا نحكي. تفضلي يا بنتي، هاتي لشوف شو عندك. بس لحالنا. ماما، أنا رايحة على المطبخ. شو هذا يا العجينة مو مرقة؟ سنجانة ضيفي لها طحين ولا تكتري مي. مو أنت اللي قلتي لي حط لها مي؟ سومان بنتي؟ عمتي كنتي، ناديني أنا بجي باخده. سومان، ماما جاية على بالها تاكل كفتة من شغل إيدك. هلأ هي صار عندها علم إنك عم تعلمي أنتارا وسانجان الطبخ، بس اليوم بدها تاكل الكفتة من إيدك أنت، ماشي؟ كتير منيح. طيب رح أعملها. إيه ممتاز. إيه صحيح، راح عن بالي، شفت رانفير واقف برا وهو كان عم يدور عليكي، لهيك فيك تروحي تشوفيه إذا بدك. إيه؟ ماشي، يعطيك العافية. إيه رامفير عم تزبط معي.
الفسنجانة؟ ايه اشتغلي ولا يهمك، روحي وما تخافي. ايه يلا راجعة اختي. اسمعي قطعي هالبصل والبطاطا لأرجع، ما بطول. ماشي اختي. اوف انا تعبت كتير، منيح انا راحت. رامفير شو لوين راح هلا؟ على اساس بده ياني. مثل شي ورد دبلاني ناطرتك انا، وعم دور حب تاني حتى شوف الهنا. مثل شي ورد دبلاني ناطرتك انا، وعم دور حب تاني حتى شوف الهنا. وين رحت لبعيد؟